الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بدخل قصة بس استشهد فيها سريع. لو ملك من ملوك الدنيا فتح قصر، قصر كبير، وقال للناس تعالوا تفضلوا خذ ما تشاء خذ ما تريد، لكن الوقت من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر، من وقت الفجر إلى أذان الظهر. فدخل الناس، في ناس اتجهوا للطعام والشراب، للطعام والشراب، طبعا وجدوا لذائذ، مشروبات أنواع وأطعمة، أيوة، فبدأوا يستمتعون، قالوا الوقت قصير خلينا نتلذذ ونستمتع بهالأكلات وهالمشويات وهل زي ما يقول الأطعمة اللي أول مرة يذوقونها. في ناس آخرين قالوا لا الوقت قصير جدا، أروح للطعام لاحق على الأكل حتى لو أصوم اليوم. فاتجهوا إلى المجوهرات، اتجهوا إلى المجوهرات، فبدوا يأخذون ما خف وزنه وغلى ثمنه. ترى هذه يا أخوان مثال على الحياة، والله مثال من أجمل الأمثلة على الحياة. حنا الآن ترى وقتنا يعني كل يوم يفتح لك شيك، يوميا يفتح لك شيك، هذا الشيك اكتب ما تشاء فيه. تخيل أحد الأغنياء الأثرياء أعطاك شيك وقال اكتب ما تريد، قلت والله مشغول بالجوال، أنا عندي الجوال مرتبط فيه ومدري، قال له يا ابن حلال شوي، يقول لك ترى مفتوح الشيك اكتب، عندك وقت محدد. لا والله بس أنا مع الزملاء عندي جلسة، عندي مكالمة، عندي جلسة مع الزملاء بعدين اكتب الشيك. يا ابن حلال اكتب فرصتك. قال لا والله أنا اللي أنا طالع مع الشباب رحلة ورايحين وناسة وفلة. فهذا الشخص والله احنا المجانين، والله انه يفتح لك يوميا شيك من بعد صلاة الفجر الى اليوم الثاني، فاكتب ما تشاء فيه. تخيل كلمتان لما تجي هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وشو؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. تخيل الذي لا يذكر الله شبه بالميت، يعني مش الميت، الميت لا يقدم شيء، الميت لا يقدم شيء لأنه ميت خلاص توقفت صحيفة أعماله. فالإنسان يقول هو الرسول صلى الله عليه وسلم شبه من يذكر الله ومن لا يذكر الله كمثل الحي والميت. الإنسان اللي يذكر الله مثل الحي، الحي دائما في عمل مستمر، في طاعات، في أعمال صالحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن حقيقة يرزقنا أنه فهم قضية الوقت. الوقت هذا يعني مو غالي. يقول في مثل عند بعض الغربيين، طبعا الوقت هو الحياة، يقولون انه رئيس شركة يابانية ورئيس شركة أمريكية حبوا يتنافسون في قضية انه يبهن انه الوقت مهم، واحنا كمسلمين والله وقتنا اغلى من مو رؤساء الشركات، من اكبر الشركات، حتى شركة الذهب والمجوهرات والألماس احنا وقتنا اغلى. فقال الياباني، قال الامريكي والله شوف يا يعني رئيس الشركة اليابانية انا ما عندي الا 10 دقائق فقط، الدقيقة تكلفني $1,000، فانا ما اعطيك من وقتي الا 10 دقائق فقط. فالياباني حب يعني ينتقم منه، قال يا ريت عندي 10 دقائق، انا ما عندي الا 5 دقائق فقط، لان الدقيقة عندي $2,000 انا. الذكاء ها
هذا مثل على قضية أهمية إيش وعظمة الوقت.